يقول هذا السائل: أنا رجل علي دين ولا أستطيع الحج ولا أستطيع أيضا الأضحية، هل يلزمني شيء في حياتي؟ إذا كنت لا تستطيع الحج فليس عليك شيء. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة. إذا كنت ليس عندك مركوب يبلغك ولا زاد في سفرك وزاد لأهلك إلى أن ترجع، ليس عليك حج. هذا في الحج. والأضحية كذلك، إذا لم يكن عندك استطاعة لذبح الأضحية فليست بلازمة. وإن تيسر أنك تستدين وتقترض وتذبحها فاحرص على ذلك لما فيها من الخير. نعم.